المشروع هو تلبية لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خلال في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. شركة فاماكولور هي أول من استثمر في هذا المجال تلبية لنداء صاحب الجلالة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث استثمرت أكثر من 120 مليون درهم في هذا المجال، وساعدت في خلق 160 منصب شغل مباشر وأكثر من 14,000 منصب شغل غير مباشر، 4,000 شغل بالدار البيضاء وحدها. الوحدة الصناعية تستطيع تدوير أكثر من 2 مليون قنينة بشكل يومي. وبطبيعة الحال فرحنا بقدوم فاعل اقتصادي مهم ومهم جدا في هذا المجال، الذي سيساعد في ديناميكية قطاعنا. نحن نطالب بالوزارات المعنية وأهمها وزارة الصناعة بالمساعدة من أجل إدخال مقتضى رفع الرسوم الجمركية على ألياف البوليستير المتجهة نحو الحشو والأسرة إلى 30% كما هو مقترح سابقا. وبطبيعة الحال هذا المقترح هو نتيجة لعمل جبار من حيث التشاور مع الأطراف المعنية كالوزارات والجمارك، بين وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة البيئة. لقد رأينا إدخال المقترح رفع الرسوم الجمركية إلى 17.5% في قانون المالية سنة 2021. بطبيعة الحال حنا المشروع ديالنا هو مشروع تابع لتوجهات الدولة من حيث التنمية المستدامة، وقد حصلنا على مساعدة الدولة، وسيكون يعني ضرر كبير إذا لم يتم إنجاح هذا المشروع، لأنه خاضع للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية المستدامة، وهو كذلك يساعد الاقتصاد الوطني في عدة مجالات. المقترح الذي تم إدخاله في القانون المالية، مشروع قانون المالية سنة 2021، هو فصل الرسم الجمركي بين الألياف المستعملة إلى النسيج والألياف المستعملة إلى البوليستير، ليتم رفع الألياف المستعملة في الحشو والأسرة إلى 17.5%، وليتم الحفاظ على الرسوم الجمركية للألياف المستعملة في النسيج إلى 2.5%. هذا هو يعتبر حل وسط بين مصالح مجال قطاع النسيج وقطاعنا الخاص، لأنه هو بطبيعة الحال محتاج إلى مساعدة الدولة من أجل مواجهة ما يسمى بالمنافسة الشرسة للدول الآسيوية. العلم أن مقتضى 17.5% من أجل في الرسوم الجمركية الموجهة لألياف الحشو والأسرة هو غير كافي من أجل تنمية هذا الاقتصاد الذي يعاني ويعاني كثيرا. نحن نعتبر بأن الرسم الجمركي 30% هو بمثابة صمام الأمان من أجل الحفاظ على سيرورة هذا القطاع، ومن أجل الحفاظ على ديناميكيته وصون امباكت بوزيتيف على الاقتصاد المغربي. نحن نعاني من المنافسة الشرسة للدول الآسيوية. أين تتمثل هذه المنافسة؟ تتمثل في أولاً هي وعت واستوعبت مدى الامباكت، اي التاثير الايجابي على هذا القطاع على اقتصادها، بحيث انه يساهم في تنقيه بيئتها، ادخال وتشغيل ملايين من اليد العامله في هذا المجال، وكذلك يساهم في ادخال الملايين من مئات الملايين من الدولارات من حيث العمله الصعبه. هذا ناهيك على انه هذا القطاع تساعد فاعليها الاقتصاديين في هذا القطاع من حيث بتجهيز الاراضي الصناعيه، ومن حيث بيع المواد الاوليه بثمن بخس جد بخس بالمقارنه مع ما هو حاصل في بلادنا. وكذلك هناك مساعدات من حيث النقل، فهي تساعد الشركات من حيث النقل واللوجيستيك. الشيء كل هذه المساعدات هي بطبيعة الحال مرهونة بمدى سون امباكت ولا مدى جاهزيتها من حيث التصدير، أي كلما كانت الشركة تصدر كلما كانت تستحوذ على المساعدات الدولة.
هذه الصناعة 40 عام وهي موجودة، ولكنها لم تستطع وللأسف أن تجذب اهتمام المستثمرين. رغم ذلك استثمرنا في هذا المجال لأننا نؤمن ونلبي نداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في محيط الاقتصاد الأخضر. هذا المجال قطاع التدوير وقطاع تدوير البلاستيك هو يساعد الاقتصاد الوطني في عدة مجالات: الفلاحة والصيد البحري والسياحة، من خلال الحفاظ على مقوماتها الذاتية من أجل النمو، ألا هو الحفاظ على الفرش المائية من والحفاظ على الأراضي الزراعية والحفاظ على السواحل من مخلفات من النفايات البلاستيكية التي تسمم هذه سي فاكتور دو ريوسيت. يعني الحفاظ على الفلاحة والصناعة والصيد البحري يؤدي إلى إضرار مدخول أكثر من الملايير ديال الدراهم على الخزينة العامة المغربية، وكذلك يساعد في تشغيل الملايين من اليد العاملة المباشرة والغير مباشرة في هذه القطاعات. أي إذا لم نهتم بهذا المجال ألا وهو مجال تدوير البلاستيك، فماذا سيحصل؟ سيحصل أن هذه القطاعات التي هي عماد الاقتصاد المغربي سوف تتضرر، سوف يتضرر الاقتصاد وسوف تتضرر اليد العاملة وسوف يتضرر المدخول الوطني الذي يتعلق بهذه القطاعات، الشيء الذي سيكون له عواقب جد وخيمة على الاقتصاد المغربي. نرى من القطاع يرى أنه من الضروري رفع الرسوم الجمركي لألياف البوليستير الموجهة نحو الأسرة والحشو إلى 30%. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من المشاريع التي تضم التي هي داخل نطاق التنمية المستدامة. هناك مجموعة من المشاريع التي هي داخل نطاق التنمية المستدامة، وكذلك هي موافقة لتوجه الدولة من حيث تعويض لي برودوي امبورتي بمنتوجات مغربية الصنع. نحن جنود مجند وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الاقتصاد الأخضر وفي تعويض المنتجات المستوردة بالمنتجات المغربية، ونحن عندنا مجموع بنك من المشاريع التي ستهيكل والتي سوف تجعلنا قاطرة في مجال الاقتصاد الأخضر وفي مجال التدوير وفي مجال تدوير البلاستيك وفي مجال صناعة الألياف البوليستير، وسوف تخلق منظومة اقتصادية ناجعة وفعالة وديناميكية من أجل خلق فرص شغل جديدة، إدخال العملة الصعبة التي نحتاجها في بلادنا خصوصا مع الظرفية الصحية، وكذلك تشجيع المستثمرين نحو الاستثمار في هذا المجال الذي هو خزان للاستثمارات وخزان يجب استغلاله من اجل الرفع من سيتان سو سون دي برودوي اوت فالور اجوتي اوت فالور اجوتي كي سون تيسو دو سيت بوتيل.